بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه والاخوات، ما اكثر الظواهر الغامضه التي حيرت العلماء والتي لم يستطيعوا ان يتنبأوا بها، ولكنها ظواهر تدعونا للتأمل والتفكر والخوف من الله سبحانه وتعالى. الإعصار كلكم تعلمون هو عبارة عن عاصفة قوية مدمرة تدمر المدن والبيوت، خسائر يمكن أن تصل للمليارات، أمطار غزيرة وفيضانات، وسرعة الرياح مئات الكيلومترات. إذن هي ظاهرة قوية ومدمرة، وسوف نكتشف اليوم أن القرآن العظيم أنبأ عن أخطر أنواع الأعاصير وأكثرها ندرة وتدميرا على الإطلاق. قبل أن نتأمل إعصار النار، نحب أن نرى كيف يتكون الإعصار. عندما يتصاعد الهواء ويبدأ الدوران نتيجة ظروف معينة من الضغط ودرجة الحرارة والكثافة وغير ذلك، فعوامل كثيرة تؤدي إلى تشكل هذه الدوامة الحلزونية العنيفة والتي تتسارع حتى تصل إلى مئات الكيلومترات، وتتأثر بحرارة سطح المحيط، الرطوبة، الضغط الجوي، وقوة دوران الأرض وغير ذلك من عوامل مدمرة. قبل مدة شهدنا إعصار ميلتون المدمر. هذا الإعصار سبحان الله كان من الأعاصير العنيفة جدا. خلال 24 ساعة دمر ما قيمته 100 مليار دولار، خلال 24 ساعة فقط. فهذا الإعصار كما نرى أنا أعتبره آية من آيات الله. يدعونا دائما أن نتفكر بضعفنا أمام الظواهر الطبيعية التي هي جنود لله سبحانه وتعالى، لكي لا يستكبر هذا الإنسان. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بس الصوت. الأعاصير لها صوت حقيقة مدمر وصوت عنيف جدا يدعو للخوف والرعب. هنا في ولاية فلوريدا حيث دار هذا الإعصار، أدى إلى دمار في 10,000 من البيوت. أكثر من 2 مليون شخص عاشوا في ظلام بسبب انقطاع الكهرباء والمياه وحتى الاتصالات وغير ذلك. ولكن هذه الدوامة وقفت كل التكنولوجيا الحديثة وكل ما توصل إليه الباحثون والعلماء، وقفوا متفرجين أمام إعصار هو أصلا يتألف من ذرات هواء. وتم تصنيفه على انه من الدرجه الخامسه. تم تصنيف
على الأثار على أنه من الدرجة الخامسة وهي أعلى درجة في سلم الأعاصير. هذا الأثار طبعا كما قلنا لا يمكن إيقافه ولا يمكن التحكم به ولا يمكن حتى التنبؤ به بدقة كاملة. سبحان الله يأتي فجأة ويضرب ثم يذهب. أنا الذي يهمني العبرة التي ينبغي أن نأخذها من مثل هذه الظواهر، أن هذا الإنسان الذي وصل إلى قمة العلم والتكنولوجيا يجد نفسه ضعيفا أمام عبارة عن ذرات هواء. طبعا هذا الإعصار قتل عشرات وتسبب بخسائر هائلة جدا، وتقول الدراسات العلمية إن إعصار ميلتون كان من أشد الأعاصير التي ضربت أمريكا خلال 100 سنة الماضية. ومثل هذه الدوامات الهوائية حقيقة لا تترك يعني فقط أثرا مدمرا بالإعصار، بل هناك آثار أخرى. يعني مثلا بعد الإعصار وبعد أن انتهى الإعصار أغرق المدينة والمنازل بالماء، وظهرت تماسيح كما نرى من أمامنا، ظهرت تماسيح في الشوارع وحتى في المنازل نتيجة هذا الإعصار. فتخيل أنك تدخل إلى بيتك فتجد مساحا يتجول في البيت. كذلك هناك أفاعي ظهرت أيضا بسبب أن هذا الإعصار دمر أو كار الأفاعي، وظهرت أيضا أعداد هائلة من الدبابير والتماسيح التي تتجول بين الناس. هذا من نتائج أيضا الإعصار المدمر. هذا الثعبان أيضا دمر مسكنه فظهر، وهناك مئات من هذه الثعابين بدأت تنتشر في الشوارع بعد أن انتهى الإعصار. بالإضافة أن هناك بكتيريا آكلة للحبوب أيضا بدأت تنتشر بسبب بعد نهاية هذا الإعصار. وكل هذا طبعا يعني يدل على أن نتائج الإعصار لا تقتصر على تدمير البيوت، بل أيضا هناك أشياء ونتائج مرعبة تحدث بعد الإعصار مثل انتشار التماسيح وغير ذلك. الآن أيها الأحبة دعوني أتحدث عن إعصار النار. انظروا معي هنا، هذا الإعصار يرتفع لأكثر من 300 متر، أكثر من 300 متر يرتفع إعصار النار. يقول العلماء إنه من أشد أنواع الأعاصير تدميرا وأكثرها ندرة، يعني لا يحدث إلا نادرا جدا. هذا الإعصار حقيقة يتكون من دوامة هوائية تسير باتجاه بعض الحرائق التي تحدث في البساتين والغابات. فعندما تصادف الدوامة الهوائية هذه الحرائق تجعل من هذه النار دوامة عنيفة تتصاعد في الهواء لتصل إلى مئات الأمتار. فإذا هنا هذه صورة للإعصار الذي ضرب البرازيل سنة 2010. طبعا العلماء لم يعرفوا أي شيء حول هذا الإعصار قبل القرن العشرين، ولم يتحدث عنه أحد في أي كتاب لا تاريخي، ولم يوثق أحد هذه الظاهرة. هذه الظاهرة اكتشفت حديثا جدا. فهنا لو تأملنا آلية حدوث الإعصار نجد أن هناك دوامات هوائية مضطربة تحدث بالقرب من أماكن فيها غابات. يعني من شروط حدوث هذا الإعصار وجود غابة أو حديقة أو أشجار إلى آخره أن نصادف هذه الحرائق.
طبعا هذا رسم كما نرى هنا نواة من النار في قلب الإعصار ترتفع للأعلى، والدوامة هذه تؤدي حركة النار وتزيد من ارتفاعها باتجاه الغيمة. سبحان الله، هذه الظاهرة يعني العلماء وجدوا أنها نادرة جدا، ولم يتم تصويرها إلا عام 2010 تقريبا في البرازيل، ثم ضرب في كاليفورنيا وأستراليا، وهذا صار النار في أستراليا عام 2012 تقريبا يرتفع ب 300 متر فوق الأرض. طبعا هذا الإعصار يعتبره العلماء من أعنف أنواع الأعاصير وأكثرها تدميرا، وهو خطير لدرجة أنه يستطيع أن يحرق آلاف الأمتار المربعة خلال دقائق قليلة جدا، كما نرى أمامنا هنا. انظروا ماذا فعل بهذه المدينة، هذه خلال ساعة يمكن أن يحرق مساحة كبيرة جدا، جزء كبير جدا من المدينة، وبالتالي يصنف على أنه أولا نادر الحدوث، وثانيا أنه خطير جدا ومحرق ومدمر. طبعا أنا سأتأمل بعد قليل آية قرآنية عظيمة تتحدث بشكل دقيق جدا، بل تتفوق على العلم الحديث، تتحدث عن إعصار النار الذي لم يره العلماء ولم يعرفوا شيئا عنه إلا في السنوات القليلة الماضية في القرن الحادي والعشرين. انظروا معي كيف أن هذا رسم 3D للدوامة التي تحدث بالقرب من حريق النار، مما يؤجج هذه النيران ويغذيها بكمية كبيرة من الأكسجين ويجعلها تتحول إلى إعصار يحرق مساحات هائلة، كما حدث هنا في مناطق عديدة من أستراليا وأمريكا. طبعا هذا إعصار النار الذي حدث في كاليفورنيا حسب مجلة الدول الأمريكية، انظروا كيف يدمر مساحات هائلة من المدينة. وميزة هذا الإعصار أنه يضرب بسرعة وبشكل مفاجئ ولا يمكن لأحد أن يتوقعه، عكس بقية العاصفة ولا يمكن أن تتوقع مساره أبدا، يعني هو إعصار مفاجئ بكل معنى الكلمة. طبعا هنا عندما حلل العلماء هذا الإعصار وجدوا أن التيارات الهوائية القادمة من قمة الجبل والتي تتسارع باتجاه حريق الغابات تحت يؤدي إلى ارتفاع هذا الإعصار، كما تقول هذه الدراسة، بأكثر من 1400 متر أعلى من قمة الجبل. تصور، هذا ضرب كاليفورنيا عام 2018 وارتفع لسان اللهب، طبعا درجة الحرارة هنا أكثر من 1000 درجة مئوية، وسرعته بلغت 260 كيلو متر في الساعة يعني من الدرجة الخامسة. فخلال 40 دقيقة فقط أحدث دمارا هائلا، لذلك أكثر ما يخشى منه العلماء هو إعصار النار. هذا المشهد طبعا قبل في الأعلى، هذه منطقة في أستراليا، انظروا معي كيف تحولت من جنات خضراء إلى حرائق فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، سبحان الله. وهذا المشهد في كاليفورنيا قبل الإعصار وهذا بعده، انظروا كيف أصبح. طبعا هناك أعاصير في الفضاء أيضا إعصار شمسي يمتد ل 200,000 كيلو متر، تصوروا يعني ليس فقط على الأرض بل في الفضاء. الآن نأتي للآية الكريمة نختم بها، الآية تتحدث عن نفسها، الله سبحانه وتعالى يقول: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات
فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا أول توثيق علمي لإعصار النار. بينما أنا لدي هنا على موقع ABC News يقولون أول توثيق علمي لظاهرة إعصار النار عام 2003. القرآن العظيم وثق هذه الظاهرة قبل أكثر من 1400 سنة لتبقى هذه الآية شاهدة على إعجاز القرآن وأنه كتاب عجائب وأنه كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنقضي عجائبه. وهذا يدل على صدق قول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم مهندس عبد الهادي المحيري على هذا العرض.